أخبار اليوم. الولايات الانتخابية من أول ما بدأت في المرحلة الأولى بصراحة كانت منتهى الرقي والاحترام، فيش تزوير. أنا على فكرة أنا أتزور ضدي هنا في المكان ده سنة 90 لأمال عثمان. أنا بقول لك حتى قبل ما أحمد يعلن فوزه قلت أنزل انتخابات أنا شفتها في حياتي، فيش تزوير. وبعدين العدد بيقول لك العدد، عدد إيه؟ ده أنا كنت بنجح هنا ب 3000 صوت، وأمال عثمان كانت بتجيب 2000 صوت، واخد بالك؟ لما يبقى في 40000 و42000 في المطرة. بس تحية لجيش مصر المحترم، جنود وعساكر وضباط اللي حموا اللجان، تحية لشرطة مصر المحترمة، ضباط وجنود اللي حموا اللجان، تحية لكل قاضي وقاضية سواء بقى القضاء العادي أو مجلس دولة، النيابة الأدلية أو قضايا الدولة اللي ما ناموش. تحية لشعب مصر المحترم، الستات البسطاء والرجالة البسطاء، الشباب اللي نزل المحترم، أما العيال بتوع النت والبت والفت دول واخدة بالك؟ مالهمش حاجة عندنا خالص، دي شريحة خارج حدود الوطن. أنت بقى قولي لي في ماتش أهلي وزمالك ممكن يموت نفسه عشان يروح، قولي له روح مزز دورك عشان تنتخب. لا أنا يا مامي أنا بخاف، ليه؟ أصل أنا ما أعرفش الناس دي جديدة. طب دي جديده، طب نجيب لك القديم، نجيب لك سيد جوهر، لا سيد جوهر ده وجه قديم ما احنا كرهناه. طب نجيب لك احمد مرتضى، لا انا احمد مرتضى جديد. طب نجيب لي مامتك مين، القديم ولا الجديد، افتح ام الشباك ولا اقفل ام الشباك، حيرتنا. الناس البسطاء هم اللي نزلوا، وده درس ال 25 يناير اللي نجح النهارده ثوره 30 يونيو. احمد كان نازل باسم 30 يونيو، الشبكي كان نازل 25 يناير. اعتقد النهارده درس 25 يناير، وشفت الحرب اللي اتعملت ضد احمد، اخوان كانوا بيحاربوه، 6 ابريل نفايات 25 يناير، الاهلي نزلوا له فيديو من 4 سنين وبيتكلم بطبيعته خلاص، وبعدين ما انكرش اعتذر. غيره بقى الشبكي عمل ايه؟ الاخوان حطوه في المجلس الشعب اللي فات، الدوره اللي فات، قال لك ما اعرفهمش دول ارهابيين، دول اصحابك، ده تمصار مع المرشد. كان مع حمدان صباح، قال لك كنت مع السيسي، عمره ما كان مع 30 يونيو، كان 5، قال لك لا 30 يونيو، غير كل مواده عشان الصوت، تمام؟ الشاب الصغير قال لك لا، انا اول واحد نزلت في 25 يناير من التحرير، ولما لقيتها مؤامره مشيت، انا مضيت في جمعيه الجمعيه بتاعه التغيير بتاعه البراد الخاين ده، لما لقيته خاين شطبت اسمه مشيت، ما انكرش لانه محترم متربي في بيت محترم. يا شعب مصر افرحوا بشبابكم، مش احمد بس، انا عايز في كل دايرة فيها 3-4 زي أحمد، لأن هم دول المستقبل. وبقول للناس اللي وعدوا أنهم يوقفوا مع أحمد ووقفوا مع الشبكي، انكشفتوا وشكلكوا وحش، ويعني أحمد كسب من غيركم. خلي بالك أحمد جاب أول مرة 24، دلوقتي جاب كام؟ 21 وشوية تمام؟ لما يضرب عمرو الشبكي في 800 صوت، 800 صوت، خلي بالك في دايرة مشتعلة زي دي، يبقى أحمد ده الراجل وبطل، وإن شاء الله بس ربنا يوفقه. كل وعد، كل وعد وعدته لأصغر أو أصغر مواطن في الدايرة نفذه، حتى لو مش هتنام.